اسمي يوسف حداد، عمري 33 سنة، من سكان النصر. كل حياتي أنا عايش هون مع يهود، عرب، مسيحية، مسلمين ودروز. في سنة 2003 قررت أنه أنضم للجيش الدفاع الإسرائيلي. بالأحرى جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش دفاع إسرائيلي، وإحنا جزء من دولة إسرائيل. مع أنه كنت عربي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بس ولا مرة حسيت أني أنا مختلف عن باقي الجنود. دائماً كنا مثل بعض، أخوة إسرائيلية. بعد سنة وأنا في الجيش صرت قائد كمان على جنود عرب وكمان على جنود يهود. في سنة 2006، شهرين قبل ما أخلص الخدمة، بلشت حرب لبنان الثانية. أنا كنت جوا، لأنه إذا بتعرفوا حزب الله ضرب أكثر من صاروخين على الناصر، على بلدتي، وللأسف الشديد قتل ولدين برئين. وأربع أيام قبل ما تنتهي الحرب أصبته بإصابة صعبة. من بعدها كنت سنة كاملة في المستشفى، ودولة إسرائيل ولا مرة تركتني. أكم معلومة عن دولة إسرائيل وعن المجتمع العربي الإسرائيلي اللي ساكن هون. تعرفوا أن منتخب إسرائيل في كرة القدم مكون من عرب ومن يهود؟ في المستشفيات في دكاترة ونرسات عرب، يهود وعرب بيشتغلوا مع بعض. وفي المحكمة العليا في قائد عربي، وفي البرلمان الإسرائيلي في أكثر من 12 عضو كنيسة. من ناحية دينية في حرية كاملة لكل الأديان هون. هيك أنت لما بتعيش في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هسا احنا في الناصرة. الناصرة هي أكبر مدينة عربية في إسرائيل، عايشين مع بعض مسيحيين ومسلمين. بالمئة من سكان إسرائيل هم عرب إسرائيلي. أغلب عرب إسرائيل ساكنين في شمال إسرائيل، وزي ما قلنا في مسلمين، مسيحية ودروز، وفي كمان مدن مختلطة اللي يهود وعرب عايشين مع بعض، مثل اللاد، الرملة، حيفا وعكا. على فكرة عشان إذا أنت بتعرف هاي الشغلة، بس يهود وعرب كمان بيشتغلوا مع بعض، بيعيشوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض. بدكم تشوفوا؟ تعالوا معي. اهلا فيكم في سوق الناصري. لهون بيجي سواح من كل انحاء العالم. على فكره مش بس سواح من كل انحاء العالم، كمان يهود عرب اجانب. بعد دخان لا امشيك امشي لي 200-500 متر واقف. يمكن هذا المحل الوحيد اللي رح تسمعوا فيه عبراني، عربي وانجليزي بنفس الوقت. قلنا الناصري مزبوط. افضل شاورما في الناصري، تعالوا. طيب حكينا على التعايش، مرحبا بكم في مركز التجارة الجديد في الناصرة. هون يهود وعرب بيشتغلوا مع بعض، بيشتروا مع بعض، بيطلعوا بيشربوا قهوة مع بعض وبوكلوا مع بعض. هاي الناصرة. اليوم أنا رئيس جمعية اسمها بيخد عريفين زلزة، معا نكفل بعضنا البعض. على فكرة عريفين ممكن يراها كمان عرفيم، بالعبراني عرب أو نكفل. أهدافنا إنه نقرب المجتمع العربي الإسرائيلي للمجتمع الإسرائيلي بيكمله، ونكون جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، إنه نشارك في الخدمة الوطنية. على فكرة شعارنا هو خدمة الدولة وبنفس الوقت خدمة المجتمع، في المستشفيات، في الشرطة، في المدارس، وأيضاً نعرف العالم العربي الحقيقة عن دولة إسرائيل، لأنه إيش تسمعوا بالإعلام في فرق كامل سما وأرض. وصلنا لنهاية اليوم، ما ينفعش نخلص يومنا بدون إشي طيب، وإذا إشي طيب كنافة، وإذا قلنا كنافة بس كنافة صداقة في الناصرة. يلا خلوني أتهنى. سلامات.